اهلا بيكم مع فيديو جديد معاكم محمد يحيى. في الفيديو ده هنتكلم عن حاجتين، عشان كده الفيديو ده متقسم لتو فيديوز. اول فيديو هشرح فيه ازاي نعمل سيف للريندر سيت اب بتاعنا او البريسيتس بتاعه الريندر بتاعتنا، انك انت ممكن تعمل سيتنجز هاي كواليتي وسيتنجز للو كواليتي او اي شكل انت عاوز تعمله، وتقدر انك انت تعمل له سيف. وكمان مش كده، ده انت كمان تسيفه وتقدر تبعته لاي حد او تبعته باي ايميل او تسيفه على جهاز تاني، وتقدر انك انت كل مره تفتح الفايل بتاعك تقدر تعمل لود للسيتنجز دي من غير ما تقعد تظبطها. طبعا الموضوع دلوقتي مختلف عن زمان، لان كان زمان السيتنجز بتاعت الفي ري بالذات كانت كتيره جدا وطويله جدا، فكنا بنقعد نشغل حاجات كتيره ونطفي حاجات ونظبط في ارقام وكده. فطبعا الموضوع ده كان زمان بيسهل لنا، ان انا كنت بعمل ريندر للهاي كواليتي سيتنجز وسيتنجز لللو كواليتي وبختار ما بينهم وانا شغال. قبل ما اشرح الفيديو ده او قبل ما نتكلم عن الجزئيه دي، عاوز بس ادي هنت صغير كده يا جماعه، في ناس كتيره بتقع فيها. مش كل الريندر سيتنجز تنفع لكل السينز، عشان ناس كتيره بقابلها على النت بتبعت تقعد تقول يا جماعه لو حد عنده فايل او عنده ريندر سيت ابس جاهزه اقدر ان انا استخدمها. حضرتك السين نفسه بيحكم عليك، لو انت بترندر انتيرير غير لو برندر اكستيرير، الريزولوشن بتاعك، الكواليتي اللي انت بترندرها، امكانيات جهازك عامله ازاي، الوقت اللي عندك قد ايه، عندي وقت عميل مستعجل فعاوز انجز ولا عندي حاجه سريعه او حاجه عندي وقت كويس ان انا اقدر ارندر حاجه مدتها طويله تاخد معايا ساعات عشان اطلع هاي كواليتي. فالاجزاء دي ملهاش علاقه انك انت ينفع كل السيتنجز بتاعت الريندر تمشي على كل السينز اللي عندك، دي معلومه مهمه جدا لازم تخلوها في بالكم. لكن طبعا بيبقى في حاجات ثوابت كده اساسيه ماشي ما فيهاش مشكله، بس طبعا لازم حضرتك تكون فاهم الريندر كويس او فاهم السيتنجز بتاعت الريندر صح، علشان تقدر تحدد السين بتاعك والظروف بتاعته ايه الحاجات اللي انت محتاجها تظبطها. فاذا مفيش حاجه اسمها ريندر واحد او سيتنجز واحده لكل السينز اللي انت عايز ترندرها، دي لازم تبقى معلومه في دماغكم. تعالوا بينا نشوف ازاي هنعمل الموضوع ده. اول حاجه هنفتح القائمه بتاعه الريندر سيت اب بتاعتنا، وطبعا الموضوع ده بيمشي مع ريندر الفي ري واي نوع ريندر تاني اللي هي سيفنج للبريسيت بتاعه الريندر. طيب هاجي بعد كده اول حاجه عندي الكومن بظبط المقاس، فانا مثلا هقول ان انا هعمل حاجه للحاجات اللو ريز، فحاجه اقول له خليها مثلا الريزوليوشن بتاعي 800 في 600، وبعد كده ممكن اختار مكان السيفنج بس دي مش مهمه قوي دلوقتي، وحاجه اقول له مثلا في قائمه الفي ري عندي هنا مثلا ممكن التظبيطات بتاعه الانفايرمنت، هقلل النويز ثريشولد بتاعتي عشان يبقى الفي ري ما بيحسبش نويز بشكل قوي فيبقى سريع في الريندر، وهخلي مثلا هنا السب ديفز 8، وهاجي مثلا في قائمه جي اي اي سيتنجز انت بتعملها عامه يعني خلاص، وهاجي في قائمه مثلا جي اي في اللايت كاش اخليه بدل ما بيبقى 1000 ديفولت بخليه مثلا 400 كده. انا ظبطت حاجه عايز اسميها لو كواليتي. طيب بسيف بقى الكلام ده ازاي او بعمل سيف للسيتنجز دي بتاعتي ازاي؟ ان انا هروح جاي اقول له من بريسيت حاجه اقول له اعمل لي سيف. هو هنا حاطط حاجات معموله بالسكان لاين اللي هو الريندر الاساسي بتاع الماكس بس احنا مش عاوزينه، فانا مثلا حاجه اقول له سيف بريسيت، وحاجه مثلا اقول له ام لو، يعني تبقى ان هي ايه دي مثلا سيتنجز بتاعتي اللو، واقول له سيف. هو بيسيفها في الديفولت، انت ممكن تسيفه في اي مكان على الجهاز، بس انا مثلا هو بيسيفها في السي في اليوزرز في اسم جهازك في الدوكيومنتس جوه 3 دي ماكس جوه ريندر بريسيت. تقدر تاخد الفايل دي فايلز متسيفه، تقدر تاخدها وتبعتها لاي حد يشغلها على جهازه وتحطها في المكان، وهنشوف ازاي دلوقتي بعمل لها لود. هقول له سيف، بيقول لك بقى انت عايز تعمل سيفنج للكومن، الحاجات اللي هي بتاعت الكومن اللي اي حاجه مظبوطه في الليست دي او في الافكتس او في الانفايرمنت او في الريندر اليمنتس، يعني سيف كمان الريندر اليمنتس اللي متضافه لو انت مثلا متعود انك دايما بتضيف الدنويزر فتلاقيه دايما ظاهر، ونوع الفي ري بتاعك اللي هو الفي ري ابديت 5.2. هقول له سيف كده، دي بقت عندي ايه الديفولت بتاعتي. بعد كده عايز اعمل مثلا واحده تانية هاي، هروح جاي مثلا اروح معلي بقى مثلا القيم، اجي اقول له مثلا خلي دي 1000 وعلي مثلا هنا النويز خليها 0.005 اللي هي الديفولت بتاعنا، وهنا مثلا خليها واحد ايه ل 100، يعني نبتدي كده نتست شويه حاجات ونشوف ايه الدنيا هتشتغل معايا ازاي. بعد كده هروح جاي بدل ما هي كده هقول له اعمل لي سيف ومثلا اسميها ام هاي، يبقى كده دي البريسيت بتاعتي الهاي كده، برضه هقول له سيفها لي بكله مفيش مشكله. طبعا الانفايرمنت وكده اللي هي لو انت عندك في الجي في الفي ري اللي هي الانفايرمنت لو انت هنا مشغلها او حاطط فيها اي حاجه، وفي نفس الوقت الافكتس اللي هي لما بتدوس 8 على الكيبورد بيفتح لك اللي هي الانفايرمنت اند افكتس، برضه الحاجات اللي بتبقى معموله هنا بيعمل لها سيفنج معاك. تمام. طيب انا كده سيفت عملت سيفنج، ازاي ان انا اجيبهم بقى؟ ولا حاجه، بتفتح الريندر سيت اب بتاعك في اي وقت انت بتفتحه، وبتيجي تقول له من هنا من قائمه بريسيت تقول له لود، او ده لود دي لو انت عندك الفايل جايبه من بره وعايز تعمله ممكن اقول له لود، فبتفتح المكان اللي انت شايل فيه الفايل تقف عليه وتقول له لود، يقول لك اوبن
وتشغله، او لو انت عامله على نفس الجهاز هتلاقي لود بريسيت، هتلاقي عندك هنا ام هاي وام لو نزلت لي اي. فلو قلت له ام لو هيقول لي انت عايز تعمل لودنج لكل السيتنجز اللي فيها، ولا مثلا عايز سي مثلا عايز اجيب بس السيتنجز بتاعت الريندر اليمنت، او عايز اجيب بس السيتنجز بتاعت الكومن، يعني ممكن تختار حاجه او كلهم واقول له لود. هتبص تلاقي عمل كده زي راح وجي كده معايا، هاجي بص الاقي الحاجه رجعت تاني. بص لو فتحنا اللايت كاش رجع تاني الحاجات السيتنجز اللي هي اللو بتاعتنا او كده. طيب الفايل بيتشال فين؟ هتلاقوه بيتشال عندنا في الديفولت بتاعك اللي هو على السي جوه الفولدر بتاع ال 3 دي ماكس. فين؟ في الدوكيمنتس بتاعتنا. لو دخلنا كده هتلاقي اهي الدوكيمنتس بتاعتي انا جوه 3 دي ماكس 2022، هتلاقوا ريندر بريسيتس اللي انا عملتهم اهي ام هاي وام لو. تقدر تاخد الفايل ده تقول له كوبي وتعمله في بيست في اي مكان تاني، او تحطه على ميموري، او تبعته لحد باي ايميل، بس بشرط ان يكون عنده نفس نسخه الفي راي او يكون نسخه قريبه من الفيرجن اللي انت بتستخدمها علشان تكون السيتنجز موجوده. لان لو ما فيش سيتنجز مش لاقيها هيعمل زي ميسنج او هيطلع لك زي ايرور صغير. تمام. طبعا الحاجة التانية انك انت دلوقتي لو شغال بأي نسخة في راي غير في راي 5، في راي 5 لما بينزل المفروض ان هو بيبقى الديفولت معمول ان هو يبقى في راي 5. لو شغال بنسخة قديمة شوية بتخش من انت عامله هنا مختار ان هو يبقى مثلا في راي 5 او اي مكان الريندر بتاعي، بخش في قائمة كومن، بنزل على تحت في الاخر بقول له اساين ريندرر، وباجي اقول له سيف از ديفولتس. فما بعمل كده بخلاص ده بقى الريندر الديفولت بتاعتي، اللي هو من الاخر لما بفتح 3 دي ماكس وبقفله في اي وقت بيبقى معمول عندي اوتوماتيك على الفي راي بتاعي او الكورونا او اي نوع ريندر انت بتختاره من هنا. بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو الاولاني، وتعالوا بقى نبص على الجزء التاني. هتلاقوا اللينك بتاعه موجود عندكم فوق اللي هو ازاي اعمل ريندر لاكتر من كاميرا ورا بعضهم باستخدام امر الباتش ريندر. شكرا.